9/7 هاليومين الأخيرين في 25 أكتوبر، منظم يضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى. الفصل السادس منه يحكي على أن الصفقات تبرم الصفقات المتعلقة بالمشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي والمشاريع العمومية الكبرى المعطلة بإحدى الطرق التالية: التفاوض المباشر مع متعامل اقتصادي بعينه. عبارة دقري. هل هذا نحارب الفساد بمزيد الشفافية وإلا بمزيد يعني سيب الماء على البطيخ؟ نقولها هو الحقيقة كل المؤسسات اللي كانت مهمتها الأساسية مراقبة الملفات كما المشاريع العمومية، ما يسمى المشاريع العمومية الهامة والكبرى، أو أي مشروع معناتها تعرضه الدولة، كانت هناك مؤسسات وكان فيها إمكانية للاطلاع على الملف، كان هناك إمكانية أنك تمشي وترفع قضية وتقول راهو الملف الفلاني فيه حاجة وأنا أحتج أنت يعني كشركة ولا غيرك ولا حتى كمواطن. أنا أعتقد أنه لو أنه ناخذ كل القرارات وكل يعني كل ما صدر في الرائد الرسمي من أحكام ومن قرارات، ممكن تحتاج تقريبا مع اختصاصيين باش يعدي وقت كامل باش نشوفوا الكارثة اللي ممكن عايشتها تونس الآن. هو فما تناقض رهيب بين الخطاب الرسمي اللي هو يتحدث على الفساد واللي هو ينكر أنه ينكر معناتها فعلا، مثلا كي ناخذوا قضية المديونية ينكر أنه تونس قاعدة تاخذ في قروض من الخارج ويحكي ديما على التعويل على الذات، ولكن الأرقام مثلا تؤكد أنه خلاف ما يقوله، خلاف الخطاب الرسمي. هناك تفاقم للمديونية في تونس، تفاقم للمديونية الخارجية في تونس. يعني الحديث على انه رانا احنا معناتها باش نعولوا على رواحنا وقاعدين نخلصوا في ديوننا فيه مغالطات كبيره، يعني نحتاجوا معناتها اخصائيين ممكن في الماليه العموميه باش يتبعوا بالضبط يعني الارقام اللي قاعده تورد. فالحقيقه انه اذا فما فساد كبير هو المغالطه اللي قاعده تصير الان للمواطن التونسي، يعني محاوله لتوجيه المواطن التونسي في ثنيه اخرى. تصور انت رانا احنا في إلى حد أكتوبر 2024 الدولة التونسية قداش خذت من قرض؟ خذت ما يقارب 23 قرض من الخارج، يعني كاينو القرض من صندوق النقد الدولي قرض محرم، ولكن القروض الأخرى الكل قروض غير محرمة، فهمت؟ يعني عادي جدا نمشيو فيها ما فما حتى مشكلة. منهم تقريبا 14 قرض اللي هما استثماري، وفما 10 قروض استهلاكية. القروض هذوما راهم معناتها قروض خارجية، يعني الأصل في شيء يرفعوا في المديونية الخارجية، مش كما تقول وزيرة المالية إلى حد مش عارف شنو قالت، إلى حد خلصنا 80% معناتها من قروض 2024. رأي المالية العمومية وخاصة فيما يتعلق بالقروض الخارجية هناك يعني هرولة كبيرة ياسر نحو مزيد من المديونية. يعني ما نتحفثوش احنا على الميزانية بتاع 2025 ارتفاع الميزانية، خاصة ميزانية رئاسة الجمهورية مش عارفين عليها. ما نشوف الخلفية بالله يا سي منصف، نشوف في الخلفية مهم جدا هذا الكورب. نعم. يعني تطور المديونية من عهد بورقيبة ونشوف الخاصة البارتي الخاصة الفترة الخاصة بسيد سعيد 21 الآن. هذه أرقام رسمية يعني سورس لفامي. نعم تفضل. نعم. سموسو. الحقيقة أنا شوف أنا ميخوفش أنه تكون هناك مديونية، لكن المديونية علاش نقترضوا؟ ما نقترضوا إذا نكونوا واضحين أمام المواطن التونسي، يعني ما نغلطوش الناس. احنا نقترضوا باش نخلقوا مواطن شغل، باش نعملوا مشاريع كبرى، باش نعملوا صناعات كبرى. والله معاك، تقريبا الدول كل الكبيرة تقترض في أموال رهيبة باش تبعث التنمية، باش مشاريع كبرى، باش تخدم ملفات الصحة، باش تخدم ملفات التعليم. لكن الحقيقة احنا تقريبا القروض اللي يقع
معناتها اللي توافق عليها الدولة ولا نعم يوافق عليها البرلمان، قروض ماناش قاعدين نشوفوا فعلا معناتها أثرها على مستوى المواطن. كما كان يحكي ضيفك نسبة الفقر، رأي فاتت تقريبا في بعض القرى في تونس فاتت 32% نسبة الفقر. نسبة البطالة وصلت لبعض المناطق في تونس ل40% على مستوى الشباب. يعني البطالة في حد ذاتها 16% راهو رقم تقريبا جميل جدا بالنسبة لتونس. تعرف علاش؟ لأنه 16% راهو ما يخوش في عين الاعتبار كل الناس اللي هم موجودين على الهامش، الناس اللي يخدموا عامل يومي، الناس اللي ما يمشوش يسجلوا في بيرو الشغل. يعني النسبة تاع 16% تسمى حاجة جميلة الحقيقة. لو أنه عندنا يعني نعم مع احصائيات جيدة ممكن رأي نسبة البطالة يعني تفوت 30%. فقروض يقع من جهة الخطاب الرسمي يقول لي احنا معولين على رواحنا وما ناش باش ناخذوا من صندوق النقد الدولي، وصندوق النقد الدولي ما هوش صورة في القرآن. من جهة ثانية احنا عندنا ديون تقريبا ناخذ فيها، خذينا قلت لك تقريبا إلى حد أكتوبر 2024 خذينا أكثر من 22 قرض، هذوما وافق عليهم البرلمان التونسي 22 قرض، يعني موزعين بين الاتحاد الأوروبي، بين المغرب العربي، الجزائر خاصة، بين دول الخليج، وكذلك بين الدول الآسيوية. والقروض هذه موجودة، يعني ما هيش نعم. قروض رسمية، فهمت؟ لكن أثرها على مستوى المواطن حد شيء. مهم جدا هذا سعد باسط، مهم مهم.